احكي بصراحة. أنا بدي أعرف أنت شو مخطط مشان المستقبل. بدي أعرف رأيك بقصة الزواج هادي. ليك يا ابني، ما بدي إياك أنه تتعب بحياتك، خاصة بعد يلي صار، وتضل حامل الهم على كتافك، وأنت بتستاهل تعيش كمان يا ابني. لهيك أنت أول شي لازم ترجع تفكر أنك تتزوج، وضروري هذا الشي، ولازم تعطي حالك وبناتك فرصة تانية. اليوم رح أعبر عن حبي لأديتيا. خلص أنا صار لازم أقول له أني بحبه كتير. نيها؟ مرحبا. أهلين. وينو عمي يا ترى؟ موجود بغرفة آدي هلا. ماشي. ليك بابا، حتى لو زواجي ما كان ناجح أبدا، بس هو ترك لي بنتين حلوين كتير، وهنن عندي أغلى من الدنيا كلياتها. أنا بدي عبيلن حياتن سعادة، يعني لازم عوض غياب أمهن. فهمان عليك يا ابني. إيه بس ما فيك تبطل إنه تفكر بحالك وبحياتك بعد زواج سيء. وبعدين أنت بحاجة لحب ولزوجة ترافقك. بابا أنا ما عاد بدي اتزوج مرة تانية. أنا بعد اليوم بدي ضل مع بناتي وبس، ما بدي شي تاني أبدا. أنا ما بدي اتزوج بابا. أبدا. अभी है कुछ नए नए से गम, अभी है कुछ दिल में उम्मीदें कम, अभी है कुछ नए नए से गम, अभी है कुछ दिल में उम्मीदें कम, अभी है कुछ घुटा घुटा सा दम, अभी है कुछ घुटा घुटा सा दम। धीरे धीरे कम होगी उदासी, धीरे 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 بحياتي ما توقعتي بدلني شعور الحب. وكل هالفترة كنت أنا عم ساعده بنية صافية، حتى ما فكرت إذا هو كان بيحبني ولا لا. شو يلي صار لي؟ ليش أنا اليوم متوقع أنه هو يحبني مثل ما أنا بحبه وبدي منه يبادلني نفس شعوري؟ ليش؟ ليش هيك؟ ماما. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.